Bapak Ibu Majelis Hakim yang kami hormati, peserta dengan nomor SB.314 akan membacakan surah Fussilat halaman 478 dimulai ayat 19 dan seterusnya. Peserta dengan nomor SB.314 akan membacakan surah Fussilat halaman 478 dimulai ayat 19 dan seterusnya. Disilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وهو خلقكم أول مرة
ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين وقيضنا لهم قرنا وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم
Yes. إنهم كانوا خاسرين صدق الله العظيم. Dan ingatlah